رئيس الوزراء يتوجه إلى دبي للمشاركة في القمة العالمية للحكومات وعقد لقاءات مع رؤساء مؤسسات تنموية عالمية. تصاعد المعارضة العالمية لمخطط إسرائيل لشن عملية واسعة النطاق في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. مطار العريش يستقبل 567 طائرة مساعدات في 4 أشهر، والجامعة العربية تشكر مصر على جهود إيصال المساعدات إلى غزة. 6 مساء بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. يتوجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى دولة الإمارات للمشاركة في فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024. يتضمن جدول أعمال رئيس الوزراء خلال مشاركته في القمة مجموعة من المقابلات واللقاءات مع عدد من رؤساء المؤسسات التنموية العالمية وحضور عدد من الحلقات النقاشية حول موضوعات مختلفة، فضلا عن إلقائه الكلمة الرئيسية لاستعراض جهود الحكومة المصرية للنهوض بالقطاعات التنموية المختلفة وتعزيز كفاءة البنية التحتية. إن دعوتي للحوار الوطني تأتي من يقين راسخ لدي بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات التي تتيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات. والذي أتطلع لأن يكون شاملاً وفاعلاً وحيوياً، يحتوي كافة الآراء ويجمع كل وجهات النظر، ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة تجاه كافة القضايا على جميع المستويات. عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعاً بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب لمناقشة استكمال الحوار الوطني في المرحلة المقبلة، وخاصة ما يتعلق بالحوار الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ليكون بشكل أعمق وأشمل وأكثر فعالية في المرحلة المقبلة لما تمر به الدولة والمجتمع من ظروف اقتصادية دقيقة. ناقش الاجتماع شكل الجلسات المقبلة بحضور الخبراء والمتخصصين من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية للتركيز على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل قابلة للتطبيق. وتقرر كذلك أن يستمر الحوار في عقد جلساته لمناقشة القضايا التي لم يتم الانتهاء منها في المرحلة السابقة بالتوازي مع جلسات الحوار الاقتصادي وتحديد جلسات قريبة لتشريعات الحبس الاحتياطي والحبس في قضايا النشر والإبداع. ومن جانبه أكد مجلس أمناء الحوار الوطني على دعوة الحكومة في كل الجلسات المقبلة، مثمنا استجابة الحكومة لتنفيذ مخرجات المرحلة السابقة من الحوار، داعيا إلى ضرورة الالتزام بها. هذا وقد أشادت الأحزاب المصرية باستكمال جلسات الحوار باعتباره خطوة لاستكمال المناقشات للنهوض بالاقتصاد الوطني. We'll be right back.
يتوجه وزير الخارجية سامح شكري إلى سلوفينيا، حيث يترأس الوفد المصري في أعمال الجولة الثانية للجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين على مستوى وزيري الخارجية. وأوضحت وزارة الخارجية أنه من المقرر أن يجري شكري مباحثات تستهدف ملفات العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى التشاور مع نظيرته السلوفينية حول عدد من الملفات الاقتصادية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تتبنى سلوفينيا مواقف داعمة لها تجلت بوضوح منذ بداية أزمة قطاع غزة. تقدمت مصر بخالص التعازي والمواساة إلى دولة الإمارات ومملكة البحرين في استشهاد 3 من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابط من قوة دفاع البحرين إثر تعرضهم لعمل إرهابي في العاصمة الصومالية مقديشو. وأكدت مصر دعمها الكامل وتضامنها مع الصومال في مواجهة الإرهاب وكافة أشكال التطرف، داعية إلى تضافر الجهود الدولية من أجل اجتثاث الإرهاب من جذوره وتكثيف منابع تمويله وإيوائه. رصد تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية تصاعد المعارضة العالمية لدعوات إسرائيل لشن عملية واسعة النطاق في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وأشارت الصحيفة إلى أن شخصا قتل من كل 100 شخص في غزة في أول 100 يوم من الحرب، وهو معدل أعلى من أي صراع مسلح آخر شهده القرن 21 وفقا للجنة تابعة للأمم المتحدة. وللمزيد ينضم إلينا من رام الله عصمت منصور الخبير في الشؤون الإسرائيلية. أستاذ عصمت منصور، تحياتي لحضرتك. يعني كما نتابع، هناك يعني رفض واستنكار عالمي للنية والاتجاه إلى استهداف رفح في المرحلة المقبلة، في الوقت الذي نرى فيه نتنياهو مستمر في خطته، معلنا أنه يعني هناك اتجاه وتصميم على ضرب مدينة رفح في الأيام المقبلة. برأيك ما هو التصور للسيناريو المقبل في الأيام القادمة؟ مساء الخير وتحياتي لكم. بالفعل يعني هناك قلق عالمي، وهذا قلق في مكانه. رفح فيها، وهي مساحتها تتعدل 50 كيلومتر، فيها 1 مليون انسان، ومعظم من الناس فروا من جحيم الحرب من كل مناطق القطاع. واستهدافها وهي مع دولة مصر يعرض اولا حياة هؤلاء المدنيين بشكل لذا لا يمكن، وايضا يدفع باتجاه تهجير وتفكير. يعني
أستاذ عصمت منصور، يعني أعتذر عن المقاطعة، ولكن يعني أن تحرك مكانك قليلا حتى نتبين الصوت. كده واضح الصوت؟ نعم أوضح. تفضل. أنا أقول أن هذه العملية التي يصبح على الدفع بها هي عملية تهدد بارتكاب جذر لا يمكن، لأن هذه الكثافة العالية من السكان هذا أثر يجعل كل دفاع تقع فوق، وأيضا يتعدد تهجيد وتهديد أمن قومي لدولة جارة، وأيضا هي تنسب جهود الوساطة لتوصل لوقف إطلاق نار وإطلاق سراح الأسرى وتصلح وتوتر العلاقات معها. ورغم كل هذه المخاطر تليها السجن العادي ويضغط طب يعني أستاذ عصمت، يعني برضو الصوت أيضا غير واضح. أكرر سؤالي أو أسألك سؤالا آخر لحين تغير مكانك أستاذ عصمت، ما الذي يدفع نتنياهو إلى التصميم على استهداف رفح رغم معارضة دولية وتحديدا المعارضة الأمريكية؟ هل برأيك هل هي معارضة شكلية لذر الرماد في العيون؟ أعتذر عن المقاطعة ونعتذر عن رداءة الصوت من المصدر. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ عصمت منصور الخبير في الشؤون الإسرائيلية. أعلنت وكالة إعلامية أن هناك مشاحنات حادة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان هارتسي هاليبي بشأن اجتياح جيش الاحتلال مدينة رفح. وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن نتنياهو يريد تعبئة قوات الاحتياط التي تم تسريحها مؤخرا من قطاع غزة بهدف القيام بعمل عسكري في مدينة رفح جنوبي غزة. فصل جديد من فصول الخلافات بين القيادة الإسرائيلية يطفو على الساحة مع التخطيط لتنفيذ اجتياح لمدينة رفح جنوب قطاع غزة. وكالات إعلامية ذكرت أن مشاحنات حادة نشبت بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان في جيش الاحتلال هارتسي هاليفي، حيث ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن نتنياهو يريد تعبئة قوات الاحتياط التي تم تسريحها مؤخرا من قطاع غزة بهدف القيام بعمل عسكري في مدينة رفح جنوبي القطاع. هاليفي من جهته طالب باتخاذ إجراءات سياسية قبل القيام بهذا الاجتياح الضخم، خاصة مع محاولة إجلاء 1,300,000 من السكان الفلسطينيين الموجودين في رفح، وهو ما أدى لنشوب مشاحنات بينهما تضاف لسلسلة الأزمات التي نشبت بين القادة الإسرائيليين. وعلى جانب آخر، حذر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل من أن هجوماً محتملاً للجيش الإسرائيلي على رفح سيشكل كارثة إنسانية تفوق الوصف وتوترات خطيرة مع مصر. بوريل أضاف أيضا أن استئناف المفاوضات للإفراج عن المحتجزين ووقف الأعمال العدائية هو السبيل الوحيد لتجنب وقوع مذبحة. تأتي كل هذه التطورات في الوقت الذي عبر فيه المجتمع الدولي عن قلقه بعدما أمر نتنياهو جيش الاحتلال بتقديم خطة لشن هجوم على رفح، الملجأ الأخير للنازحين بسبب الحرب في قطاع غزة. غزة اتدمرت، ما ضلش حاجة. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه مناطق مختلفة من قطاع غزة، خاصة وسطه وجنوبه، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين من بينهم أطفال ونساء، وذلك في اليوم 28 بعد 100 من العدوان الإسرائيلي على القطاع.
من جهتها ذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 14 مجزرة خلال 24 ساعة الماضية أسفرت عن أكثر من 100 شهيد وعشرات المصابين، وبهذا ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 28,176 شهيدا و 67,784 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي. محمد ما سمعتش صوتك اللي كان بيقعد. أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة ضرورة حماية الكوادر الطبية والمستشفيات في غزة، لافتة إلى أن الطواقم الطبية تعمل في ظل ظروف قاسية ومستحيلة. أضافت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي بالضفة الغربية أن جيش الاحتلال يرتكب حرب إبادة جماعية في القطاع، مؤكدة أن الوضع الكارثي في غزة لم يشهد له العالم مثيلا. إن الوضع الكارثي على كافة الصعد في قطاع غزة لم يشهد له العالم مثيلا، كما ذكر الدكتور حسام الذي عمل 35 عاما في العمل الإنساني وفي كافة الدول في العالم. إنها كارثة صحية وبيئية، مجاعة محققة، مشردون تحت المطر يواجهون البرد القارس دون أدنى مقومات الحياة، مشافي مدمرة ومعطلة نتيجة قصف الاحتلال والنقص الحاد في كافة مقومات عمل مراكز العلاج، وفي كثير من مناطق العلاج انعدام كامل للعلاج والدواء والماء والغذاء. هذا كله، ولا تزال سلطات الاحتلال تمارس حرب الإبادة على أعين المجتمع الدولي. أكد رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يونس الخطيب أن غزة تعيش كارثة إنسانية وسط انتشار للأمراض المعدية وسوء التغذية خاصة في فئة الأطفال. وأضاف الخطيب أن الهلال الأحمر الفلسطيني قام بإنشاء 12 مخيم إيواء في أنحاء قطاع غزة لمساعدة النازحين. من اللحظة اللي تدخل قطاع غزة تلمس الكارثة الإنسانية اللي بتعيشها رفح ومخيمات الإيواء، قامت الجمعية بإقامة 12 مخيم إيواء وأغاثي في قطاع غزة، ولكن هذا غير كافي. الظروف اللي عاشوها النازحين تحت المطر وفي الشتاء القارس حقيقة مش محتاجة دكتور علشان تنظر في عيون طفل فلسطيني وتعرف انه هناك سوء تغذية وان هناك امراض معدية جلدية ومعوية تصيب هؤلاء الاطفال بل والنازحين كلياتهم. والان نتحدث عن معركة رفح، هذا حديث عن مجزرة في رفح، هذا حديث عن إبادة جماعية في رفح. وتواصل إسرائيل تنفيذ سياسة ممنهجة للاغتيالات كخطوة تكتيكية بعد فشلها وعدم قدرتها على حسم المعارك العسكرية في الميدان لصالحها. السياسة الجديدة التي يتبناها جيش الاحتلال لإدارة الحرب خلال المرحلة القادمة تأتي كمحاولة منها لفرض الضغط على الفصائل الفلسطينية سواء داخل أو خارج قطاع غزة. بالتزامن مع مساعي التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد 5 أشهر من التصعيد في قطاع غزة، يكثف الاحتلال الإسرائيلي من عمليات الاغتيال لقادة وكوادر الفصائل الفلسطينية داخلياً وخارجية. إسرائيل لجأت لسياسة الاغتيالات مجدداً كخطوة تكتيكية بعد الفشل الزريع لها وعدم قدرتها على حسم المعارك العسكرية في الميدان لصالحها، حيث لم تتمكن حتى الآن من تحقيق أهدافها العسكرية في غزة وتحرير المحتجزين لدى حماس.
وفي أحدث موجات الاغتيالات أعلن جيش الاحتلال عن مقتل مسؤولين 2 من حركة حماس بغارة جوية في رفح جنوب غزة. وفي عملية أخرى نفذت إسرائيل عملية جديدة داخل الأراضي اللبنانية استهدف عضوا في حزب الله، وأسفرت العملية أيضا عن مقتل 2 من المدنيين. وتعد تلك الضربة أعمق بكثير مقارنة بتبادل إطلاق النار المعتاد بين حزب الله وقوات الاحتلال والذي يقتصر غالباً على المنطقة الحدودية. العملية جاءت بعد نحو شهر من اغتيال نائب رئيس حركة حماس صالح العروري واثنين من قادتها في لبنان في غارة بطائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخاً استهدف مكتباً تابعاً للحركة في الضاحية الجنوبية لبيروت. سياسة جديدة يتبناها جيش الاحتلال لإدارة الحرب خلال المرحلة القادمة في محاولة منها لفرض الضغط على الفصائل الفلسطينية، خاصة في ظل فشلها في حسم الأمر عسكرياً، وتعزز في الوقت ذاته موقفها التفاوضي وسط حالة من التوترات المتصاعدة يمكن أن تجر المنطقة نحو حرب إقليمية واسعة. قالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، قالت إن العدوان الإسرائيلي على غزة تسبب في تدهور النشاط الاقتصادي في القطاع والضفة الغربية. وأشارت جورجيفا أن العدوان خفض النشاط الاقتصادي في القطاع بنسبة 80% في الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر الماضيين مقارنة بالفترة نفسها في عام 2022، في حين تراجع النشاط بنسبة 22% في الضفة الغربية. وأضافت جورجيفا أن توقعات أداء الاقتصاد الفلسطيني تزداد سوءا مع استمرار العدوان، وأن يغيرها جذريا لن يغيرها جذريا إلا السلام الدائم والحل السياسي. Millions of people are benefiting from vaccinations and because of further. وجهت جامعة الدول العربية شكرا إلى مصر والهلال الأحمر المصري على الجهود الحثيثة لتسهيل وصول مساعدات الجامعة العربية وكذلك المساعدات من مختلف الجهات المصرية ومن الدول العربية والجهات الصديقة إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح البرية. وأعربت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة، أعربت عن أملها في أن تتوقف تلك المأساة الإنسانية وأن يجف نزيف الدم وتعود الأوضاع إلى طبيعتها حتى تبدأ الجهود التنموية وأن يعيش المواطن الفلسطيني في أمن وسلام. استقبل مطار العريش الدولي بمحافظة شمال سيناء طائرة مساعدات إنسانية متنوعة من الإمارات لصالح الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. وقال مصدر مسؤول بمطار العريش إنه تم تفريغ شحنة الطائرة ونقلها إلى المخازن اللوجستية بالعريش تمهيدا لنقلها إلى ميناء رفح البري وإدخالها إلى القطاع بالتنسيق بين الهلال الأحمر الفلسطيني والمصري ووكالة الأونروا. وأوضح المصدر أن إجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 من أكتوبر الماضي بلغ 567 طائرة تحمل مساعدات. استقبل ميناء رفح البري بشمال سيناء 447 شخصا بينهم 40 مصابا فلسطينيا قادمين من قطاع غزة. قال مصدر مسؤول بالميناء إنه تم استقبال 65 جريحا ومرافقا فلسطينيا قادمين من مستشفيات بقطاع غزة للعلاج بمستشفيات محافظات الجمهورية، مضيفا أن ميناء رفح البري استقبل أيضا 250 من حملة الإقامة والجنسيات المزدوجة بالإضافة إلى 132 من حملة الجوازات المصرية. وأشار المصدر إلى أنه تم إدخال 115 شاحنة إلى قطاع غزة من بينها 110 شاحنات مساعدات إنسانية متنوعة بالإضافة إلى 5 شاحنات وقود.
السادسة متواصلة على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. تزامناً مع الذكرى الثانية لاندلاع الأزمة الأوكرانية، وزراء دفاع حلف الناتو يجتمعون في بروكسل الخميس المقبل. أكد المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفال ورئيس الاتصالات الاستراتيجية والإعلام أندريا تينانتي أن البعثة الأممية تواصل جهودها الحثيثة لمنع اتساع الصراع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. وحذر المتحدث باسم يونيفال من خطورة الوضع الحالي، مؤكدا أنه يعد تهديدا حقيقيا وأن الصراع سيؤدي إلى التصعيد وخلق صراع أوسع. Is still very relevant, even more relevant today, because we are seeing the effect. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذ ضربات جديدة استهدفت أسلحة قوة الحوثي في اليمن. وفي بيان لها قالت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط سنت كوم، قالت إن الغارات وقعت شمال مدينة الحديدة الساحلية غرب اليمن، حيث تم استهداف زورقين بحريين مسيرين بالإضافة إلى 3 أنظمة صواريخ منقولة مضادة للسفن كان يجري الإعداد لإطلاقها ضد سفن في البحر الأحمر. أكد الجيش الأوكراني أن روسيا شنت هجمات بطائرات مسيرة على العاصمة كييف وجنوب البلاد. وذكرت القوات الجوية الأوكرانية أن أنظمتها الجوية دمرت 40 من بين 45 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال الليل، فيما قالت القيادة العسكرية الجنوبية إن أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بها تصدت للهجمات على مدى أكثر من 5 ساعات ودمرت 26 طائرة مسيرة. قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قالت إن أي آفاق للحوار بين موسكو وواشنطن تعتمد بشكل كامل على استعداد الولايات المتحدة للتفاوض على أساس الاحترام المتبادل ومراعاة مصالح كل منهما. وفي تصريحات لها أوضحت زاخاروفا أنه فيما يتعلق باحتمال الحوار بين موسكو وواشنطن، فإن الأمر يعتمد بالكامل على نوايا الإدارة الأمريكية للتفاوض على أساس المصالح المتبادلة ومراعاة المصالح المشتركة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ليست مستعدة بعد لذلك حتى من الناحية النظرية. وأضافت أنه يجب القضاء على أي معايير مزدوجة ومحاولات فرض نماذج وأيديولوجيات وقيم تنموية غربية أو غريبة عليهم، وأنه بمجرد أن يدرك الغربيون ذلك فإن عملية التفاوض الهادفة إلى حل ظاهرة الأزمات في العالم ستنطلق على قدم وساق. إلى هذا يجتمع وزراء دفاع حلف شمال الأطلنطي الناتو في بروكسل يوم 15 فبراير الجاري، قبل أسبوع من الذكرى الثانية لاندلاع الأزمة الأوكرانية. ودعا الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ أوروبا إلى زيادة إنتاجها من الأسلحة لدعم أوكرانيا ومنع عقود محتملة من المواجهة مع موسكو. قبل أيام من الذكرى الثانية للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تأتي دعوة الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي الناتو يانس ستولتنبرغ أوروبا إلى زيادة إنتاجها من الأسلحة. دعوة تأتي بهدف دعم أوكرانيا ومنع عقود محتملة من المواجهة مع موسكو. ستولتنبرغ أصر قبل اجتماع مهم لوزراء دفاع الحلف في بروكسل على حاجة الحلف إلى إعادة تشكيل وتوسيع القاعدة الصناعية بشكل أسرع لزيادة الإمدادات إلى أوكرانيا وإعادة ملء المخزونات. في تلك الأثناء
شدد رئيس أركان الجيش الألماني كراستين بروير على ضرورة أن تكون قوات بلاده جاهزة للحرب في غضون 5 سنوات بسبب تزايد المخاطر، ومع مناشدات متزايدة من أوكرانيا للحصول على قذائف وذخيرة ومساعدات عسكرية أخرى، أكد رئيس أركان الجيش الألماني أنها المرة الأولى منذ انتهاء الحرب الباردة تواجه فيها برلين احتمال وقوع حرب يفرضها طرف خارجي. الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي أكد أن الناتو لا يسعى إلى الحرب مع روسيا، ولكن على الحلف أن يستعد لعقود من المواجهة المحتملة، مشددا على أهمية حماية الدول الأعضاء في حلف الناتو. هذا ومن المقرر أن يجتمع وزراء دفاع الناتو في بروكسل في المنتصف من فبراير الجاري، قبل أسبوع من الذكرى السنوية الثانية للهجوم الروسي على أوكرانيا. أعلن الصومال تجديد رفضه التام لما يسمى بمذكرة التفاهم الموقعة بين دولة إثيوبيا وإدارة أرض الصومال في الأول من يناير الماضي، وذكرت وزارة الخارجية والشؤون الدولية الصومالية أن تلك المذكرة تشكل انتهاكا واضحا لسيادة الصومال ووحدة أراضيه واستقلاله والسلامة الإقليمية. أضافت الوزارة أن تصرفات أديس أبابا غير المبررة تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وأعراف التعاون بين الدول. ذكرت وكالة تاس أنه تم إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في روسيا في مارس المقبل، وأوضحت الوكالة أن قائمة المرشحين تضم الرئيس فلاديمير بوتين وثلاثة سياسيين، وهم نائب رئيس مجلس الدوما الروسي وزعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي القومي المتطرف، وأخيرا مرشح الحزب الشيوعي. واختار بوتين خوض الانتخابات كمستقل وليس كمرشح لحزب روسيا الموحدة الحاكم. أظهرت استطلاعات رأي في فنلندا أن رئيس الوزراء السابق ألكسندر ستاب هو المرشح الأقرب من منافسي وزير الخارجية السابق بيكا هافيستو للفوز بجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية اليوم. أظهرت البيانات الرسمية أن ما يقرب من 46% ممن لهم حق الانتخاب أدلوا بأصواتهم مبكرا قبل الموعد المقرر اليوم، ومن المتوقع نشر النتائج الأولية للتصويت المبكر بعد وقت قصير من إغلاق مراكز الاقتراع التي ما زالت تستقبل الناخبين، ومن ثم الإعلان عن المرشح الفائز بعد منتصف الليل. ندد البيت الأبيض بتصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مشيرا إلى أنها تشجع على غزو روسيا لدول أعضاء في حلف الناتو. ووصف المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس تصريحات ترامب بأنها مروعة وفاقدة للصواب. كان ترامب قد صرح خلال تجمع انتخابي في ساوث كارولينا بأن واشنطن لن تدافع عن أي دولة من دول حلف الناتو ضد روسيا. First on Judge Jackson. Judge Jackson continued to. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن مشاركة النساء والفتيات في الاكتشافات العلمية والابتكار هي الطريقة الوحيدة لضمان أن يعمل العلم لصالح الجميع. جاء ذلك في رسالة وجهها غوتيريش بمناسبة اليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم، حيث أكد غوتيريش أن المساواة بين الجنسين في مجال العلوم هو أمر حيوي لبناء مستقبل أفضل. Respect for international law and international humanitarian law. Peace. We'll be right back.
التقت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لمناقشة سبل تكثيف التعاون في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والتنسيقية وتهنئتها على النجاح الكبير للدورة 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب. خلال اللقاء أكدت الوزيرة أن الفترة المقبلة سوف تشهد تكثيف التعاون بين الطرفين للعملية على التنمية الثقافية واكتشاف ورعاية الموهوبين وخاصة في محافظات الصعيد، بما يساهم في تحقيق رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان وفق رؤية مصر 2030. أطلق صندوق تحيا مصر قوافل مبادرة أبواب الخير لرعاية 5 ملايين مواطن بكافة محافظات الجمهورية. تستهدف المبادرة توفير المواد الغذائية للفئات الأكثر احتياجا من أهالي قرى ونجوع مصر بالمجان، حيث يتم تنظيم قوافل تجوب محافظات الجمهورية خاصة المحافظات الحدودية والأماكن النائية، وذلك لتوصيل المواد الغذائية إلى مستحقيها. استهدفت المبادرة خلال عام 2023 أكثر من 3 ملايين مواطن في 27 محافظة بقيمة 177 مليون جنيه. شرفت المؤسسة النهاردة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر في إطلاق قوافل أبواب الخير، ودي القافلة الأكبر من نوعها جنبا إلى جنب مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية في ظل ظروف اقتصادية استثنائية. وبنأكد أن مؤسسة حياة كريمة هتعزز على دورها الفترة القادمة بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ورعاية الفئات الأولى بالرعاية. جميع الجمعيات اللي قدام حضرتك، كل المجتمع المدني، وأنا بقولها علنا، مصر لم تحظى في المجتمع المدني منذ عشرات السنين باللي احنا عايشين فيه. مفيش أسر إن شاء الله أولى بالرعاية أكثر احتياجا في أي حتة هتكون مصر اللي هتكون معاها. إيدينا في إيديها، قلبنا قلب واحد، عقل واحد، وأنا بقولها إن في مصريين بيتبرعوا من كل دول العالم. مشتركين في قوافل كثيرة ومبادرات كثيرة منذ نشأة الصندوق، حوالي 8 مبادرات أخذها نور حياة. وبنتكلم في مبادرة النهاردة اللي هي مبادرة أبواب الخير، احنا مساهمين معاهم ب 206 ألف كرتونة لكل محافظات الجمهورية. والحقيقة صندوق تحيا مصر بيؤدي أداء مؤسسي عالي وصاحب رؤية سباقة دائما، وهو نجح في التنسيق بين مؤسسات المجتمع الأهلي بشكل راقي وبشكل محترم وبشكل احترافي. استمرارا لمجهودات صندوق تحيا مصر في دعم كل الفئات الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية، صندوق تحيا مصر بيطلق اليوم بالتعاون مع شركاء الخير والتنمية من مؤسسات المجتمع المدني والبنوك ورجال الأعمال والمتبرعين قوافل أبواب الخير لرعاية 1 مليون أسرة في كافة محافظات الجمهورية من خلال توفير 1 مليون كرتونة مواد غذائية بالإضافة لعددا من الأغطية والمفروشات. انطلقت أعمال القافلة الطبية بوحدة أم الحويطات الصحية التابعة لإدارة سفاجة بالبحر الأحمر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. تضم القافلة جميع التخصصات الطبية، وخلال اليوم الأول للقافلة تم توقيع الكشف وصرف العلاج لنحو 278 حالة بمختلف التخصصات الطبية، منها إجراء 57 فحصا معمليا و52 كشفا مبكرا عن الأمراض المزمنة، وتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر. القوافل العلاجية النهاردة بتقدم خدمة متكاملة من كشف مجاني يشمل أكثر من 5 تخصصات وصيدلية متكاملة فيها أكثر من 120 صنف مع معمل يشمل كافة التحاليل مع جهاز أشعة لعمل الأشعة اللازمة المطلوبة، وده لخدمة أهالينا في قرية أم الحويطات. بيتم تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية بالكامل مجانا. يمكن من الأهداف القوافل العلاجية هي خدمة المواطن النائية والمحرومة. جيت القافلة جيت أكشف على الصدر الحمد لله، يعني
والقافلة الحمد لله تمام ونشكر القائمين عليه. وقفة مع آخر أخبار المالي والأعمال والتفاصيل مع ليلى عمر، تفضلي ليلى. شكرا إلهام نمر ودينا فكري، وننتقل لمتابعة أهم الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أنه تم التوصل إلى المراحل النهائية لإنجاز المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج مصر والإعلان عنها خلال أسابيع قليلة، وأوضحت أن الدعم المرتقب إلى مصر سيكون كبيرا، لافتة إلى السعي لإعطاء جرعة ثقة للاقتصاد المصري من خلال تعزيز حجم برنامج الدعم. وأضافت مديرة صندوق النقد أن المفاوضات مع مصر تتعلق بسعر صرف مرن وليس تعويما، مؤكدة أن مصر نجحت في تنفيذ خطط شاملة لإصلاح ملف الدعم، اتسمت بتوجيه اهتمام أكبر للفئات الأكثر احتياجا. ذكر تقرير تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين لمنظمة أوبك أن صادرات الدول العربية مجتمعة من الغاز المسال خلال عام 2023 بلغت نحو 112.4 مليون طن مقابل 114.3 مليون طن خلال عام 2022. وأكد التقرير أن الدول العربية استطاعت الاستحواذ على حصة سوقية عالمية بلغت نحو 27.4%. انخفض الإنتاج الصناعي في المملكة العربية السعودية بنسبة 10.5% في ديسمبر الماضي وسط تراجع نشاط التعدين واستغلال المحاجر ونشاط الصناعة التحويلية. ووفقا لبيانات رسمية فإن النشاط الصناعي وصل بذلك تراجعه لثامن شهر على التوالي، ومع ذلك فإن وتيرة التراجع هي الأقل منذ يوليو الماضي. في المقابل ارتفع مؤشر الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي بنسبة 4.1% مقارنة بشهر نوفمبر الماضي. أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع إذ عززت بيانات التضخم الأمريكية توقعات خفض أسعار الفائدة هذا العام، كما دعمت زيادة أسعار النفط أيضا هذه المكاسب. وارتفع المؤشر الرئيسي بالسعودية بنسبة 5.1%، كما زاد المؤشر القطري بنسبة 8.1%. يعتزم بنك التنمية الياباني استثمار أكثر من 150 مليار ين، أي ما يوازي مليار دولار على مدى عامين اعتبارا من السنة المالية 2024 لدعم سلاسل توليد الرقائق الإلكترونية. وذكرت صحيفة نيكي بزنس ديلي اليابانية أن البنك سيستثمر أيضا في بطاريات التخزين ومنتجات أخرى، ويشهد الاستثمار في صناعة الرقائق تنافسا عالميا بسبب الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة والخلافات حول تايوان. ختام جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لإلهام ودينا، إليكم من جديد. شكرا ليلى عمر. وبأخبار الاقتصاد نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة، إليكم أبرز العناوين. رئيس الوزراء يتوجه إلى دبي للمشاركة في القمة العالمية للحكومات وعقد لقاءات مع رؤساء مؤسسات تنموية عالمية. تصاعد المعارضة العالمية لمخطط إسرائيل لشن عمليات واسعة النطاق في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. ومطار العريش يستقبل 567 طائرة مساعدات في 4 أشهر، والجامعة العربية تشكر مصر على جهود إيصال المساعدات إلى غزة. وصلنا إلى ختام نشرة السادسة.
شكرا للمتابعة ودمتم في أمان الله.